عندنا هذه سيارة اسوزي، هذوما يسموهم اسوزي نتاع العتروس تركيب تونس، هذوما كلهم يركبوا فيهم هنا في تونس من الاول للاخر، يعني نجي كلها قطايع متركبة في تونس، وفي بعض الحاجات يصنعوهم في تونس. هذوما في تركيب يعني يركبوه فيهم في تونس، الأغلبية القطع غير يركبوه في تونس، سموها اسوزي نتاع العتروس، يعني تركب في القروان، يركبوا فيها في القروان جي قطع غير ويركبوها. هذا فيها محرك عادي، انما توربو محرك عادي نسموه احنا محرك عادي، لان كيفاش محرك عادي؟ لان الاكسلاتير اللي هو اللي يزيد السرعه يعني بالكابل عادي مانيال سموه. هذا باش نعطيكم بسط على المحرك نتاعها. هذا طبعا نبدو من هنا، هذا الريديتر، هذا هي الخزان نتاع الماء نتاع الريديتر، هذا من هنا المكيف، المحرك نتاع المكيف. هنا هذه مكان الترموستات، فيها حساس حرارة لللمبة وحساس حرارة للساعة، واحد للساعة واحد لللمبة. ليش عندنا هذا؟ طبعا الدريت نتاع الماء، عندنا هنا مضخة الهيدروليك اللي هي نتاع الكريمير نتاع الاسستي، مضخة السكاتولا، عندنا هذه مكان زيت السكاتولا، زيت الدراوك تاع الساكن. عندنا هذه البطري، طبعا نشوفوا البطري ماركه نور تونسيه، معناتها علاش قلت لكم تركيبها كلها هنا الاغلبيه في تونس، هذيك البطري تونسيه مش نتاع الخارج. عندنا هنا البخاخات، هذوما البخاخات نتاعها. عندنا هذا كولكتور نتاع الادميسيون، انا قبالها تيربو تيربو ديزل، هذا التيربو نتاعها. عندنا هنا فلتر نتاع الهواء، هذا عندنا هذايا خزان نتاع الهواء خزان نتاع الهواء في السربو، اللي يمشي يخزن الهواء للسربو نتاع الفرامل، هذا يمشي معاه حتى السربو نتاع الفرامل. هنا تخزين هواء في حالة الموتور يعني اطفاء او سكت وانت تمشي، يبقى عندك هواء للسربو باش ما يكسحش الفران تحتك. عنده مضخة نتاعو من اللوطه، اللي هي مضخة نتاع عندها مضخة الهواء، هذه تجي ورا الدينامو، ورا يعني اللي يعبي البطارية، ورا الدينامو، ورا يعني الشارج الانترناتير، ورا الدينامو هذي المولد نتاع اللي يعبي البطارية، عاملين فيها من الأمام مولد ومن تالي مضخة هواء. أنا طبعا الخزان هذي يعبي الهواء من المضخة هذي نتاع الهواء اللي ورا المولد نتاع الكهرباء، ورا الانترناتير هذي، ورا الدينامو. عندنا هنا التيربو، هذي التيربو نتاعها، التيربو نتاعها هذه نتاع الهواء يمشي حتى للسيرفو، يمشي هكاك للسيرفو حتى لهنا. هذه السيرفو نتاع الفرامل، هذه الخزان زيت نتاع الفرامل والدبرياج وقت واحد، خزان واحد. عندنا هنا هذا الفلتر نتاع الديزل نتاع المازوت، عندنا هذايا الخزان نتاع ماء المساحات، عندنا هذوما الخراطيم نتاع المكيف اللي يدخل المكيف الداخل، عندنا هذايا نقيسوا منه الزيت، الجون تاع الزيت، تحت منه ستارتر ديمارير، تحت منه مضخة الديزل هذه اللي هي كومبريسيون نسموها احنا، هذه مضخة الديزل. يعني هذه كل الحاجات اللي موجودة في المحرك هذايا، هذايا عندنا من نصبوا الزيت، وعندنا هنا بلف التبخير، هذايا بلف التبخير نتاع الاسوزي يجي من الخلف. عندنا طبعا هنا مضخة الماء والمروحة والمكونات كلها نتاع المحرك، من يعني معروفة عند الناس كلها، يعني مش صعيبة. هذه بسطة على الاسوزي، الاسوزي سموها دي ماكس تيربو ديزل. ان شاء الله تنفعكم حلقة كما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اسوزي دي ماكس جديدة، شوفوها ماشية 127 كيلومتر، عمرها تو نهارين. فما شكون يشكك قال لي لا مادام الموتور يرعش معناتها الكهرباء قديمة، لا الموتور يرعش وقتها خاطر هو بارد. هذه هاو بالدليل، هاو قدامك ماشي 127 كيلومتر من يعني ما فيهاش غشة قال الراجل. هذه يعني العداد نتاعها، انا مازلت حتى برقة التكية نتاعها نتاع الدار. هذه الموديل هو اللي يعني عادي قاعد زي ما هو، ما فيش حاجة جديدة كما هو عادي.
مش هنا زاد كيف كيف زي قاعد البنو عادي. هنا هذه أربع بيبان، هي أربع بلارات، هي طبعا أربع بيبان فيها السنترال هذه واللوك نتاعها، فيها الخزان تاع الديزل يفتح بالباب من هنا، والكوفل من هنا اللي هو الجزر، فيها يعني مكيفة طبعا عادي ماشي عادية بتاس عادي، مش اوتوماتيك، لا هي يعني مش خايبة يعني، لساعة حتى لساعة واسعة واسعة، مش يعني ما زلت يعني مش حاجة يعني مش خايبة يعني، حتى من تالي وساعة باهية واسعة ما شاء الله يعني، في الأربع بيبان واسعة ما شاء الله يعني، مش صندوقها عادي اللي هو متاع السي سي الأول عادي، صندوق عادي مش ما زادوش فيها حاجة، اللي هي حتى العجلات عاديين ما فيها شيء. هذا يا موتورها كما تشوفوا ان شاء الله، هذا يا من هنا صبان الزيت متاع السي سي، هذا يصب منه الزيت متاع السي سي متاع الكريمير، هذا زيت الفرامل، هذا الماء متاع المساحات، من هنا صبوا زيت الموتور، هذا ماء الراديتير صبوا من عندنا من هنا وعندنا من هنا الاثنين، عندنا زوز اماكن. هذا هنا طرمبة المازوت وفلتر المازوت كي يفرغ المازوت ولا حاجة، هنا مقياس الزيت هذا يقيسوا منه الزيت، هذا هنا المكيف طبعا، هنا التربو هذه هي التربو، هذا فلتر نتاع الهواء طبعا، هذه يعني حتى البخاخات قاعدين عادية قاعدين عاديات يعني انجكتير عادي، الكسلاتير عادي، طرمبة عادية ماهيش، هذه البومبا سيستي يعني الهيدروليك طبعا، مروحة زادة عادية مش ماهيش كهربائية هذه، وطبعا معاها باتري نور، هنا عطينا نور رقم الشاسية هو يحطوه من هنا ورا الفنار اليسار، ان شاء الله مبروك على مولاها ان شاء الله تنفعوا. هذا النمر زاد عملوا الفازيتا باش يزدوا بيها، هذا لابون تاعها شوفوا لابون كيف ولا الوجه بدلوه ولا يعني افخم شويه طبعا، يجيها انتوبريار ما فيش، هذا ما خاطر عاديه، هذه سامبل عاديه زي قال عمرها اليوم برك، خرجها مولاها اليوم برك، عمرها نهار شوف ما شاء الله يعني، ترى خدمة اللهم صل على النبي، ما هو ما قاعد هو الموتور بيده القديم، ما بدلوا فيه شيء، ما بدلوا فيه شيء، قاعد هو كما هو يعني كلام مجلسة، هذه عمرها نهار برك اليوم خرجها مولاها، ان شاء الله مبروك عليه.